السلام عليكم، معكم خوكم طارق ودكزار، فنان شعبي زيادة وخلوق 81 درب غلف المعدن. المجال الفني تقريبا واحد 24 عام ولا 26 عام ما قريناش، تبعنا الموسيقى والكمانجا، تعلمنا في الطارو، من بعد منا ولينا مع شركة كنغنيو الإشهارات، مع عدد الإشهارات اللي غنيت مع احتراماتي لواحد الشركة كبرت معاهم صراحة، الله يعمرها دار حياك نيت. شنقول لكم، هاد المجال هذا من الأحسن بنادم يبعد منه، ما يبقاش ديرو خبز. تقريبا أنا كنعرف دابا فنانة والله العظيم باعوا الآلات ديالهم، وفنانة دابا حاليا والله ولاو كيطلبوا، اللي ما كانوش كيغضوا كاع فهمتيني، ولاو مساكن ما عندهم ما ياكلوا. كاينين فنانة كنعرفهم من هاد العام ما عيدوش، ما يزيد على واحد، انا الصغوف ديالي كببت فيه، انا غزيد في 81، راه ضربنا الطارو تطاب قلبنا، شحال حوقنا ديال الطوارو الصغور ديالنا. الاضرار هاد الجائحه على العالم كامل، حنا اللي بغينا من هادشي كامل، بغينا يطلقوا لينا العراس، ما بغينا والو، راه ما بغينا حتى شي حاجه، ما يعطونا، حنا ما بغيناش فلوس الدعم، انا كنقلب على المقدم فهمتيني، ما بغينا والو، تبع اعتراف ديال 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 وزارة الثقافة ما بغيناش يا سيدي، هاي طلقونا نخدموا العباس، حنا واخا دفعنا ليهم وخسرت انا زبالة ديال الفلوس انا والاخوان والمجموعة ديالي معايا شيخات وكذا، وما صورنا حتى شي حاجة، ما عطاوناش حتى ورقة ديال الاعتراف بلي حنا فنانة، واش غنديروا في هذا البلاد؟ ما كنعرفوش نخدموا شي خدمة من غير الدومين ديال الموسيقى، انا معايا 14 واحد خدامة معايا هذا العام ما خدمناش، مولف كنخدم انا خدام في سيدي رحال عاد زائد المهرجانات، وكنشكروا السي عبد العالي الرئيس ديال سيدي رحال سي شكيب، الناس اللي كانوا يطلعونا المهرجان، هذا العام ما خدمناش، ما فهمتش اغلبيه بلا ما نسمي لك الفنانه بعدا اللي خدمت معاهم ديجا قبل من يعني، كاين كاسيط بزاف فيه الكورال ديالي من غير الاشهارات، كاسيط انا قلت لك كبرت مع شركه ديال الانتاج يعني هنايا في مولاي دابيس الشافعي، مولاي دابيس احنا كبرنا في الدومين، ما كنعرفوش نخدموا شي خدمه من غير هادشي، انا معايا فرقه كلشي كيبكي، حتى واحد ما خدام، حتى تقريبا الاربعه اللي معايا ما عيدوش هاد العام بولادهم، عار حشومه والله الا حشومه بالله، اش غيديروا يمشيو يشفروا، ما كيعرفوش يشفروا، فنان ما عمرك سمعت شي فنان مضارب، عمرك سمعت شي فنان مضارب، وراه هذا هو المشكل، طلقونا حنا نخدموا ما بغينا والو. وانا بان لي انا من الصراحه كامل الاحترام والله ينصف سيدنا، بلادنا عزيزه علينا، ولكن انا ما بقيت نقطع عندي ما ندير انا في هذا، انا ما عنديش غندير نبيع كمان جايين عندي وعزيزه عليا ما نقدرش نبيعها، والله ما نزيد لشي بلاد نقلب على شي قاوريه ولا شي، ما كذبش عليك كليت العصا اختي. شنقول لك، حنا جاتنا مشيه لبريشيا المعرض الدولي ديال الجديده، معايا الاخ ود زكرم والمجموعه جمال وخالد فوضال، الفرقه ديالنا حنايا جمعنا ورقات ديالنا تقريبا على ما يزيد كيلونس ديال الوراق، ها الكونترات ها السيديات ها التصاور، مني بدينا من الصغر حنا كنخدموا في هذا الدومين يعني من عزيت 81 شحال حسبي لي قريت انا، خرجت من المتوسط وقبل كاع فهمتيني، كانت الهوايه ديالنا الموسيقى الكمانجا، تقلبي شكاره تلقاي فيها كمانجا، ما كاينش يعني كبرنا في هذا الدومين ديال مع الشيخات ومع المواسم ومع كذا، وعلى الاخر ملي دفعنا الوراق والمسائل بوراقنا قانونيا وكذا يعني بالشهادات ديال السهرات وكذا، وعلى الاخر باش يعطيونا ذاك الاعتراف ديال الفنان ما عطاوش لينا، وصدقت ما مشات لينا الخدمه، ماشي عيب، اش غنديروا حنايا نمشيو نشفروا. الرسالة ديالي كنوجهها لوزارة الثقافة والناس المسؤولين، يشوفوا من حال هاد الناس اللي كتبكي في اسفي وفي خنيفرة وفي الرباط نيت وفي جديدة، الفنانة مساكن كيبكيو باعوا الآلات ديالهم، عونيات تما كيبكيو، شيخات رواد موسيقيين، عاد نرجعوا للدار البيضاء، والله إلا كندوي معاك أختي إلا شهر ونص وأنا ود زكرم كنجمعوا في الوراق ديال بسميتو، وعلى الاخر ما عطاوناش اعتراف، ومن العام اللي فات حنا عندنا البون وما خرجوش لينا بطاقه ديال الفنان، اش غنبقاو نديرو هنا؟ ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.